نكملوا هذا الفيديو الاخوان، رانا كنديروا بيع قطع غيار السيارات وجميع الزيوت ديال المحركات، فيدونج كومبلي، فيلترات، اي قطعه ديال الغيار ديال السيارات رانا كنبيعوها باثمنه جد مناسبه. كاين عندنا الحاجه الكاليتي وكاين عندنا الحاجه العاديه، وكنديروا الارسال لجميع انحاء المغرب. واللي بغى شي بياسه يحاول انه يتواصل معايا على هذا الرقم اللي غايبان له هنايا في الشاشه. وعليكم الاخوان والاخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد ديال اليوم. الفيديو هذا ديال اليوم غادي يكون قصير وخفيف وظريف. غادي نهضروا على الناس اللي كيبغيو يشريو السيارات من نوع ديال بي ام دبليو. المهم في هذا الفيديو غادي نعطيكم لمحه باش يكون قصير، وإلا بغيتي يعني تعرف لي ديطاي ديال هذا الموضوع هذا، ما عليك غير تدخل للرابط في اول تعليق غتكليكي عليه، غيديك لواحد الفيديو فيه شي 8 ديال الدقائق، غتخرج من هذاك الفيديو الراس ديالك عامر. المهم هنا غنعطيك لمحه بالزربه. السيارات ديال بي ام دبليو ملي كتبغي تشريها مستعمله، اول حاجه خاصك تعرف واش مولاها كان كيدير ليها الماء الخاص بالمنظومه ديال التبريد، حيت معروفه بالمشاكل ديال السخونيه، الكلاس كيتضرب، الجوا ديال الكلاس كيتضرب، الوجه ديال السلندر كيتموج كيعواش، اول حاجه. ثاني حاجه الا كانت في ليسونس سولو شحال من مره بدلتي ليها البومبا ديال ليسونس، شحال من مره بدلتي ليها البومبا ديال ليسونس. هنا كتعرف هذا السيد واش كيتهلا في السياره، كيدير ليها التريتمون ديالها او غير كيركب وكيزيد. ثاني حاجه كتسول النوع ديال الزيت اللي كيديروا لهاد السياره هذه. غير تسمع بي ام دبليو كيديروا ليها الزيت ديال 15 دبليو 40 20 دبليو 40، نزل منها حط السوارت وهرب، حيد تبرديلتك وهرب بالحفه، ما تاخذش هذه السياره ما تشريهاش حيت ما صالحاش ليك. ثاني حاجه السياره ديال بي ام دبليو سيرتو في ليسانس فاش كديماري، ما خصهاش ديماري بالكسيراتور، ديماري بالكسيراتور نزل من الطوموبيله وسير بحالك. فاش كديماري واخا في الصباح كيكون الموتور بارد، ما خصهاش الطوموبيله تكون كدردك، المحرك ديالها يكون كيدردك في الكابو. الطوموبيله ما خصهاش تكون كدير الدخان اللي هو كحل، ما خصهاش تكون كدير الدخان اللي هو ابيض طول النهار مع الكسيراتور، ما حدك كتكسيري خارج دخان ابيض او كحل او دخان زرق. ما خصهاش تكون كتكونسومي الزيت. كتسولوا واش كيبدل ليها يعني الترموستا، واش عمرها تبدلات او ما عمرها تبدلات، واش عمرو دار ليها رانساج للرادياتور او لا، والى اخره. هاد البلانات هادو كاملين خص الانسان يرد لهم البال باش ما تطيحوش في المشاكل. حاجه اخرى يعني هاد الحاجه هادي اللي غنهضروا عليها واخا هي مهمه، ولكن تقدر انك تتفاداها، تفهم انت وياه في الثمن، تنيغوسا انت وياه في الثمن وكتشوف اللي غادي يخرجك. هو السيستم ديال السسبنشن اللي هو السيستم ديال كيفاش كيقولوا ليه النظام ديال التعليق، مونتيسورات واش مضروبين والى اخره، لي سيلان بلوك والى اخره، السيستم ديال الديريكسيون حتى هو، هادو كلهم ملحوق عليهم، غير هما كيبغيو شويه ديال الفلوس حيت لي بياس ديالهم، حيت لي بياس ديال بي ام دبليو غالي. الحاجه الاخرى البي ام دبليو ملي كتكون مستعمله الا خديتيها فيها بزاف ديال الاعطاب ما غاديش تصلح ليك، حيت غادي تغلب عليك، لي بياس ديالها غالي بزاف، الكونسوماسيون ديالها دائما كتكون طالعه. بي ام دبليو معروفه لا في المازوت ولا في ليسانس الكونسوماسيون ديالها طالعه بزاف. فلهذا قلت لكم الى بغيتو تعرفوا اللوب ديال هذا الموضوع هذا ولا ديطاي ديالو، ما عليكم غير تمشيو الفيديو اللي غتلقاوه في اول تعليق او الرابط في اول تعليق، تكليكيو عليه وغتشوفوا ديك الفيديو فيه 8 ديال الدقائق، غتخرجوا بالباجاج ان شاء الله. الله يعاونكم، حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.